الاتفاقية العراقية الصينية تنتظر التفعيل، حصاد الأيام يناقش مبادرة الحزام والطريق، فوائدها ومحاذيرها، فهل ستعود للواجهة مجددا؟ مشاهدينا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة الجديدة من حصادنا الرمضاني من قناة الأيام الفضائية، واللي راح نتناول به موضوع في غاية الأهمية، هو موضوع الاتفاقية العراقية الصينية. أجبرت الدعوات الشعبية المطالبة بالإعمار الحكومة على إعادة العمل بالاتفاقية الصينية من جديد من خلال الإعاز إلى الشركات الصينية لبناء 1000 مدرسة، لكن سرعان ما جاءت الضغوطات الأمريكية حتى تغلق الملف وتمنع افساح المجال للصين للعمل في العراق بسبب المنافسة التجارية ما بين بكين وواشنطن. الأمريكان يرفضون الإعمار بكل مفاصلة ويصرون على عراق متخلف، تسرق الشركات الأمريكية أموال مشاريعها وما تحقق له أي نتائج ملموسة. طبعا هذا في ظل حكومات عراقية ضعيفة. حلقتنا بهذا اليوم راح نناقش هذا الموضوع بكل أبعاده، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزملاء اللي عدونا إياه في غرفة الحصاد. حينما أبرم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الاتفاقية الاستراتيجية مع الصين، تفائلت الكثير من النخب والقوى السياسية والفئات المجتمعية بهاي الخطوة المهمة، انطلاقا من كونها راح تسهل بحل ومعالجة هواي مشاكل وأزمات اقتصادية يعاني منها البلد، والمتعلقة بجانب كبير منها بالبنى التحتية المتهالكة وتعطيل العديد منها جراء الروتين والفساد والبيروقراطية والمشاكل والأزمات المتعلقة بانتشار وتفشي البطالة، ولأن تلك الاتفاقية كان يمكن أن تؤدي إلى تصحيح المسارات الخاطئة وتقليص من خيار اعتماد العراق بصورة شبه كاملة على الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تمثل خطوة أساسية نحو تقليص النفوذ والهيمنة الأمريكية على مقدرات البلد. لذلك فإنها واجهة بجملة العقبات والعراقيل لأجل إفشالها وتعديلها. والضغوطات اللي تعرض إلها عبد المهدي كانت أحد العقبات والعراقيل التي وضعتها واشنطن وحلفائها وأتباعها. واليوم وبعد بلورة الحقائق والمعطيات أكثر من أي وقت مضى، فإن تفعيل الاتفاقية مع الصين ينبغي أن يمثل أولوية، وهذا ما أكد عليه تحالف الفتح في كافة المحافل عبر عدة فقرات ومفردات. ولعل التحالف انطلق من حقيقة، هو أن الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بتحقيق وتكريس السيادة الوطنية من الطبيعي أن تنعكس بصورة إيجابية على الجوانب السياسية والأمنية المختلفة. والاتفاقية الاقتصادية مع الصين بعدها الاستراتيجي العميق تعد الورقة الرابحة لهذا المجال. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهاي الجلسة الرمضانية، وباسمكم أرحب بضيوفي الأكارم الدكتور وائل عبد اللطيف السياسي المستقل والنائب السابق. حياك الله دكتور، ضيفا كريما، الحمد لله على سلامتك وصيام مقبول إن شاء الله. وكذلك أرحب بضيفة الكريمة الدكتورة منال فنجان أستاذة القانون الدولي، حياكم الله دكتورة ضيفة كريمة. وكذلك أرحب بالدكتور كاظم جابر عضو الحراك الشعبي لالتحاق العراق بمبادرة الحزام والطريق، حياك الله دكتور. أبدأ مع حضرتك، وقبل أبدأ مع ضيوف الكرام مشاهدي الأحبة، لابد أن نطرح عليكم سؤال الاستطلاع حتى نتلقى إجاباتكم خلال مسار الحلقة، ومن ثم قبل الختام نعلن هذه النتائج اللي صوتوا على سؤالنا الاستطلاعي اللي يقول: هل تعتقد أن الاتفاقية الصينية ستنهي الأزمة الاقتصادية وفوض المشاريع في العراق؟ في نهاية الحلقة راح نرجع لكم للإجابة على هذا الاستبيان وما كانت نسبة تصويتكم. أبدأ مع حضرتك دكتور وائل عبد اللطيف، نتحدث عن الاتفاقية الصينية مشروع الحزام والطريق، بالتالي شنو اللي كان منتظر لهذه الاتفاقية أن تحدث في العراق من مشاريع وغيرها، ولماذا أجهضت هذه الاتفاقية عن طريق من عارضوا هذا المشروع ودسوا بعض الأفراد للتضليل الإعلامي والتضليل الشعبي من خلال التظاهرات؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان مبارك كريم على أبناء شعبنا العراقي الكريم وعلى أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها،
وتحية لحضرتك وإلى ضيفك الكريمين وإلى كادر ومشاهدي قناة الأيام الكرام جميعا. إحنا لازم نفرق بين مسألتين. نعم. مسألة الاتفاقية اللي عملها الأستاذ عادل عبد المهدي وبين مذكرة التفاهم اللي عقدها الدكتور حيدر العبادي. الدكتور حيدر العبادي كانت عبارة عن مذكرة تفاهم حقيقة متطورة جدا وتأتي على البنى التحتية وإعمار العراق من الفاو إلى الموصل، وهي في 4 صفحات وفيها أبواب متعددة وفيها الحزام والطريق، لأنه الصين بصراحة تحركت على الحزام والطريق عام 2013، ولكنها أول دولة بدأت بها هو العراق. ذاك الموضوع حضرتك كنت نائب البرلمان العراقي 2013، لا طلعت 2010. 2010 بعد ما عمل مذكرة التفاهم اللي هي تفصيلية واستراتيجية لبناء العراق في كل البنى التحتية بما فيها الطاقة والمدارس والمستشفيات والطرق والجسور والأبنية وإلى آخره، وهذا تقوم به كلها لجمهورية الصين الشعبية، بس بشرط أن تستكمل بناء ميناء الفاو الكبير ويربط بالطريق والحرير. بعد أن يربط بالطريق والحرير اللي تقريبا يجي من شنغهاي يمر على باكستان، ميناء جوادر اللي أخذوا استثمار الصينيين من الحكومة الباكستانية ودولة الإمارات العربية المتحدة عملت الحقيقة جملة محاولات على تعطيل رئيس الوزراء، وفعلا بعدين طلعوه من الحكومة لأنه وقع على هذه الاستثمار، ويمر على العراق على ميناء الفاو الكبير لأنه يعتبر أقصر طريق بحري في العالم، ومن المعقل عفوا من ميناء الفاو إلى المعقل يربط بخط السكة لأن ما موجود في تلك الفترة. كانت المنافسة بين ميناء الفاو وميناء مبارك وحدث ما حدث. لا بعد ميناء مبارك، ميناء مبارك تأسيسه كان مخالف لأحكام قانون البحار، مخالفة تامة، لكن الحكومة غضت النظر بصراحة، وآخر موفد كان ثامر الغضبان، كنت في وقتها أنا عضو في هيئة المستشارين، فقلت له أبو خالد وين وصلتوا؟ قال أوقفناهم عند المرحلة الرابعة. قلت له يعني شلون أوقفتوهم عند المرحلة الرابعة؟ يعني أوقفتوهم أكو ورقة أكو كذا أكو كذا. قال لا اتفقنا. قلت له أنت باشر راح تروح وذاك اللي اتفقت وياه يروح وذول يكملون الميناء، وهذا باشر عقبه يخنقنا الميناء. فعلا يخنق الخور عبد الله وهاي الموانئ اللي موجودة. المهم ما كان موقف العراق صحيح سليم للدفاع عن حقوق البلد. فالصين بقوا من 2015 ينتظرون إلى 2018، جاءوا للعراق على أمل أن يحولون مذكرة التفاهم، تدري ما يقولون يعملون بها، إلى اتفاقية استراتيجية حتى تبدأ هي، اللي يعمل بالموانئ يعمل، واللي يعمل بالسكك يعمل، واللي يعمل بالكهرباء يعمل، واللي يعمل بالبنى التحتية بحيث هي مخصصة. يعني مشروع بديل وتكييف المشروع السابق. لا لا هذا اتفاقية ما لها علاقة بما اتفق عليه عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي اتفق، خلينا نسميها بقريب العبارة من النفط مقابل الغذاء والحاجات الأساسية للشعب العراقي، هاي النفط مقابل الإعمار للعراق فقط. وهذا الإعمار يسألون محافظ البصرة، الديوانية، السماوة، شنو محتاجين، شنو عندكم من مشاريع، فتتحصل عندهم المشاريع، وهم يحولون 100,000 برميل يوميا، وفتحوا بنك خاص بهذه الأموال. الصين أيضا تساهم بهذا البنك، وأنا اسمه راح عن بالي الحقيقة، وتكلم به الدكتور مظهر محمد صالح الله يعطيه الصحة والعافية بشكل تفصيلي عن هذا الموضوع، وقال لا تزال هاي الموضوع مستمر. هذا فقط يعني أشبه بالمقاولات، ولكن المقاولات خلينا نسميها محصورة بالجانب الصيني. طيب المحافظين يقترحون والحكومة تجيب شركات تبني مدارس، كهرباء، صحة، تربية، جامعات، تبليط، مجسرات،
هذا كان الاتفاق مع العادل العبد المهدي. دكتور، ننتقل للدكتور من الفنجان، حياكم الله دكتور. لما يتحدث الدكتور عبد اللطيف بهذه التفاصيل الدقيقة والمهمة، راح أتحدث بما انتهى منه دكتور عبد اللطيف. لما كانت هي مقاولات وأموالها خارج ما يصدر وأوبك والنسب التصدير، نفط يذهب إلى الصين ومقابلة إعمار، وبدأوا في المدارس يفترض كخطوة أولى ألف مدرسة. من ناحية القانون الدولي، هل يكفل هذا الموضوع الحق للعراق للصين؟ بالتالي كيف دخلت أمريكا على الخط وعطلت كل هذا المشروع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك وللضيوف الكرام والمشاهد العزيز. يعني أولا نحن نتكلم عن اتفاقية، القانون الدولي هو عبارة عن قانون أحكامه مستقاة لا من اتفاقيات أو أعراف أو مبادئ للأمم المتمدنة، فهو أساسا أحكام القانون الدولي متأتية من اتفاقيات، وتحقيق المصالح للشعوب هذا موضوع يعتمد على اتفاقيات، سواء كانت ثنائية سواء كانت جماعية شبه جماعية، وهذا شيء يعني طبيعي على اعتبار بأن الدول بما أنها تمثل إرادات ذات سيادة مختلفة، ذات توجهات مختلفة، طبيعة أنظمة حاكمة مختلفة، بالتالي أنه عملية تسيير شؤونها طبعا والبحث عن مصالحها ابتداء يكون عن طريق أنه العلاقات مع بقية الدول. هذه العلاقات لا تكون يعني فوضوية أو بلا ضابط بلا مسطرة بلا ناظم، هذه العلاقات تجسد باتفاقيات. اتفاقيات ترى هي أشبه بالعقد، لذلك هي عبارة عن عقد، عقد تكتب فيه بنود نسميها احنا المتن الاتفاقية، هي المواد اللي نازلة به اللي هو بنود لك، يعني ماذا يترتب على طرفي المعاهدة، وثم بعد ذلك يتم توقيعها وتصبح نافذة بحسب قانون كل بلد على حدة. كل بعض من عندها يعتبر نائب بمجرد توقيع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، هناك من يشترط مصادقة السلطة التشريعية وهكذا. مالت الكفة لطرف دون طرف آخر، لبكين أو بغداد؟ يعني من المستفيد الأكثر من الخاسر الأكبر؟ ليس هناك من كلام أنه الاتفاقية الدولية نحسب بالمسطرة من المستفيد الأكثر وما المستفيد الأكثر، سواء كان الطرف الآخر مستفيد أكثر أو أقل، بالنتيجة هو دحقق مصلحته، دحقق مصلحته، وهو هذا الطبيعي. نيجي إحنا بالنسبة إن للعراق، أنا أعتقد العراق على اعتبار أنه يمثل هي أرض جاذبة للاستثمار، على اعتبار العراق بالوقت الحالي ترى أرض بور، يعني بور مرافقها متهالكة، المرافق العامة والبنى التحتية، يعني مثلا البنى التحتية عندنا وما فوق التحتية اللي هي على الأرض كلها متهالكة، يا أما بالقدم لأنها قديمة أو أنها تعرضت إلى العمليات العسكرية وتم تهديمها، أو أنها تعرضت إلى التهديم من خلال المفخخات والسيارات والأحزمة والتفجير والعمليات الإرهابية، أو كانت مشاريع وهمية، أو كانت مشاريع وهمية حجر أساس أحسنت، أو مشاريع وهمية بناء للفساد الإداري اللي موجود أو المالي. لذلك العراق هو فعلا يحتاج إلى نهضة. السؤال هنا، هل إن الإمكانيات الذاتية والداخلية هي تكفل العراق على إنه يعني هو من يقوم بذلك؟ هذا سؤال. وإذا كان هو من يقوم ذلك، فإذا هذه الإمكانيات على المستوى المادي البشري متوفرة ما متوفرة؟ هسه أول وحدة خلينا نقول المالية ما متوفرة، على اعتبار بأن العراق ريعي، اقتصاد ريعي، ونتيجة لذلك فموازنة الدولة العراقية بأكثر من 90% هي تنفيذية، معناتها تشغيل، يعني معناتها أنه ماذا؟ رواتب ماكو أكثر من ذلك، 10% استثمار، وهذا من الاستثمار مو حقيقي لا يسد الرمق. إذا انتهينا من هذه المسألة، هل يحتاج العراق إلى مساعدة؟ يقينا العراق بهذا الوضع يحتاج إلى مساعدة على المستوى الاقتصادي، نهضة، تنمية وغيرها. زين، من يحتاج من هذه الأطراف؟ أكيد يحتاج مثلا من هذه الدول. هل عرض العراق فقط على الصين أم عرض على الجميع خلال مدة 17 سنة؟ العراق عرض على الجميع المساعدة، عرض لذلك طبيعي أنه العراق يختار الطلب اللي بالنسبة إلى أنسب إليه. هل هناك أفضل من نسبة أنه الدولة اللي تقول أنا لا أحتاج إلى أموال، لا أحتاج إلى نقد، سيولة نقدية، ما يحتاج إلى سيولة نقدية، يقول اعطوني برميل نفط، 100 ألف برميل نفط تتراوح ما بين 100 ألف إلى 300 ألف بحسب المشاريع وزيادتها، على اعتبار بأن 40% من صادرات العراق للنفط أو على الأقل احتياجات الصين للنفط 40% العراق يأخذها، أكثر من مليون برميل يوميا يروح للصين، مليون برميل نفط عراقي يروح للصين خارج خطة التصدير، ما له علاقة خارج خطة التصدير، خارج الأوبك وحساباتها، يعني هذه 100 ألف خارج الحسابات. وإحنا ما شاء الله عندنا مئات الألوف من البراميل يومياً تروح وما ندري بيها وين، عصابات وعوائل حاكمة،
زين ولا تحكموا. هل يدخل الفساد فيها ما دام ماكو اموال مقبوضه؟ احسن. فلذلك تاتي فهذه هي انه هذا هو نفس هي نفس الفلسفه اللي قامت عليها النفط مقابل الغذاء فعلا. يعني هي ذاتها انه تعطيني نفط انا اعطيك عمار انت محتاج الى عمار. ماكو افضل من هذه الصفقه. طبعا على فكره ماكو ربط. البعض يربط ما بين طريق الحرير مبادرة الحزام والطريق وما بين هذه الاتفاقية. ماكو ربط. طبعا ماكو ربط. هذه مذكرة غير والحزام والطريق غير. الحزام والطريق مرتبط بميناء الفاو بإكمال ميناء الفاو اللي بي راح تتخلص الصين من عقبة تواجهها. 80% من إيراد الصين وين يروح؟ عن طريق يفوت عن من؟ عن طريق ميناء الملقة. ملقة اللي هو ما بين ماليزيا وسومطرة بمشاكل هواية. 80% من إيرادات منين يفوت؟ من ناكل. فهي سوت ميناء جوادر لباكستان اللي اخذت استثمار اللي بنته بالرغم من التحديات. طبعا تحديات سياسيه ودفع ثمنها عمران خان رئيس وزراء باكستان دفع ثمنها انه تحديات سياسيه وتحديات امنيه. انت حتى التحديات الامنيه الصين قالت اني ساؤمن هذه المنطقه عسكريا وامنتها فعلا لان تعرضت الى كثير من موجات التفجير والتفخيخ وسيارات مفخخه ومن هذه الامور. لذلك عندهم في هذا في مخيلهم وفي طريقهم أن يتخلصون من ميناء ملقا يجدون مخارج أخرى. أولا هي أقصر وأسهل وأيسر وتوفر 17 مرة ضعف من المصاريف اللي لو لم يكن ميناء الفا موجود. وقع الخيار على العراق. على العراق. طيب. إنه إذا صار من الصين إلى جوادر بعد مو ملقا إلى جوادر اللي هو باكستاني إلى ميناء الفاو 17 ضعف من مصروفات. إذا يريد يوصل نفس البضاعة وين؟ إلى بحر العرب ويريد يوصلها إلى البحر المتوسط وإلى أوروبا. طيب. فهنا 17 ضعف. هذا مبلغ مو هذا قياسات وحسابات مو سهلة جدا. لذلك تلاحظ بأنه هذه هي موجة الكلام عن هذا الموضوع. هذا التنافس السياسي ما بين واشنطن وبكين. العراق تدفع ثمنه مو لكون واشنطن قوية لكون للأسف الشديد إحنا بعض السياسيين عندنا ميانين إلى سياسة واشنطن. هذا الضعف أرجع به الدكتور عبد اللطيف. لكن قبل هذا وجهت الحابة حضرتك دكتور كاظم جابر لما حضرتك عضو الحراك الشعبي لالتحاق العراقي المبادر مبادرة الحزام والطريق. هنا نتحدث عما فرقت به دكتورة من الفنجان بين الحزام والطريق وبين الاتفاقية الصينية. بالتالي لما كان هنالك تعطيل لهذه الاتفاقية تركيا دخلت على الخط وامتد هذا الخط ودشن هذا الخط بينها وبين الصين. ما هي نسب الخسائر والأرباح للغير والخسائر للعراق؟ ماذا عن الألف مدرسة التي يراد لها أن تبنى بالعراق وذهبت أدراج الرياح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حياك الله وحيا مشاهدي قناة الأيام. صراحة لا علاقة لبناء المدارس بمبادرة الحزام والطريق والتحاق العراق بهذه المبادرة. هنالك محاولة ذر الرماد في العيون في تصوير إعلام أنه شرعت الصين في تنفيذ الاتفاقية ولا توجد اتفاقية. مجرد مذكرات تفاهم واتفاق إطاري 2015 صار مذكرة التفاهم اللي أبرمها السيد العبادي وبضغط أمريكي تم تجميد هذه المذكرة التفاهم. ومن ثم محاولة السيد عادل عبد المهدي أنه يبادر إلى الالتحاق من خلال الاتفاق الإطاري اللي هو عبارة عن 4 فقرات حسابية الملحق الحسابي وتكوين الصندوق النفطي الذي يتم فيه إيداع العراق 1.5 مليار مقدار تصدير نفط 1.5 مليار والصين تضع في هذا الصندوق 8.5 مليار فتكون الدفعة الأولى لقيام الشركات الصينية بتنفيذ المشاريع التي ترغب بها الحكومة العراقية من خلال ما تطرحه من مشاريع. صراحة أنه الحراكنا الشعبي يعني كان مراقب للأحداث اللي جاي يصير وكيفية السيناريو اللي أطاح بالسيد عادل عبد المهدي. سيناريو خبيث وراءه الولايات المتحدة الأمريكية وسفارتها وسفارة البريطانية ومعروف حتى الذين دخلوا لساحة الاعتصام جاءوا من أمريكا مهاجرين عراقيين وجاءوا من أمريكا مبرمجين برمجة حرفية بحيث أنه كيفية الالتفاف على طريق
على التحاق العراق بمغادرة الحزام والطريق وإقصاء السيد عادل عبد المهدي. وهذا يعني نموذج تكرر في الباكستان، برويز مشرف أيضا عندما وقع الاتفاق مع الصين باكستان أيضا تم قالته بسيناريو أمريكي ودفع إماراتي. لكن عمران خان إجا أمضى الاتفاق، وصرفة الصين حوالي 62 مليار في باكستان على إعمار البنى التحتية. الالتفاف صار الالتفاف اللي صار بعد قالت السيد عادل عبد المهدي، هناك التفاف ليس فقط على ميناء الفاوح على تولداي الكورية بعقد مقاولة وربطه بالموازنة العراقية، لا بل أكثر، أنه الغاز أيضا أحيل إلى شركة توتال الفرنسية، والأزمة الأوكرانية الآن وتهديد روسيا بقطع الغاز الروسي عن ألمانيا، هذا كله يعني من ضمن الصراع التأمين الطاقة بين النظام الرأسمالي ونظام التشارك الصيني. الصين طاقة تنموية ليست واعدة بس هي واقع حال، بحيث أنه لديها فائض من الـ 30 تريليون دولار، هو في الحقيقة ليس 10 اللي يعلن من 8 إلى 10 تريليون، لكن في الحقيقة هو 30 تريليون، لأن هي تريد مثل ما أسلفت زميلتنا الدكتورة منال، أنه الاقتصاد الصيني مشكلة عنده، مخنوق في خانق ملق الاقتصادي اللي بين إندونيسيا وماليزيا، و 80% من صادرات يوميا يدخل الى عبر هذا المضيق الى مراكز الانتاج الصيني، حوالي 10 مليون برميل نفط. تصور حجم يعني الكارثه لو انه، ويسيطر على هذا المضيق الاسطول السابع الامريكي، وتصور حجم الكارثه لو تم غلق هذا المضيق. الصين بلد يعني قبل 30 عام هو كان يعاني كدوله فقيره، لكن سياسة الإصلاح والتخطيط الاستراتيجي وجدوا أنه الاقتصاد الصيني في حال بقاء هذه المعادلة، معادلة الجو، يجب أن تغير جيوبوليتيك، بحيث أنه الصين أرادت من خلال واعز محلي أن هنالك المناطق الغربية في الصين هي هنالك فارق في التوازن التنموي بين شرق الصين وغرب الصين، من جانب هذه المناطق تقوم بتنميتها وتكون بمزايا صناعية وإنتاجية متطورة، ومن ثم هذه المناطق الغربية لو تلاحظ في الخارطة، خارطة العالم، أنه أمامها الدول الأوراسية وإيران والعراق وسوريا، وتصل إلى البحر المتوسط، ومن ثم تكون واجهتها أوروبا. طيب نتوقف على النقطة دكتور، يعني نتابع بلغة الأرقام ما أعده لنا فريق حصاد الأيام وقدمت لنا الزميلة غفران. زميل المخرج نشوف تقرير الإنفوغراف وبعدين نكمل جلستنا. حياكم الله. بين بغداد وبكين علاقات وطيدة، كان من الممكن أن يسهم إبرام الاتفاقية الصينية بتعزيزها قبل خلط الأوراق وتأجيج الشارع العراقي لاستهدافها، ولكونها لغز أرادت أمريكا حله، فإن الاتفاقية الصينية مع العراق كانت قد كلفت حكومة واشنطن ملايين الدولارات لتحريك أدواتها لإلغاء الاتفاقية الصينية وحرمان العراق من خيراته المهدورة. فيما كشفت الاتفاقية الصينية في وقت سابق عن مدى ورغبة الصين بتطوير علاقتها الاقتصادية مع العراق ضمن تطوير برنامجها العالمي المسمى بمبادرة الحزام والطريق، أي طريق الحرير. إذا ما تحدثنا عن لغة الأرقام، فإن 1000 مدرسة و1000 مستشفى وإعادة تخطيط الطرق السريعة بين المدن وأيضا إعادة إعمار مداخل المدن والمحافظات كان من المؤمل إنشاءها لو تم العمل بالاتفاقية الصينية والمعروفة باتفاقية النفط مقابل الإعمار. بعد دراسة مستفيضة لتطوير هذا القطاع وتطوير قطاع العلمي الذي تقف الأحزاب السياسية المدعومة أمريكيا أمام هذا القطاع ولتذهب أحلام الطلبة
السوداء. وبحسب مراقبون فإن استئناف الاتفاقية الصينية بات أمرا واردا في ظل عدم تغيير السياسة الاقتصادية للبلاد بعد تشكيل الحكومة المبكرة التي عمدت إلى إلغاء الاتفاقية الصينية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجد ترحاب بضيوفي الأكارم. دكتور وائل، أشارت الدكتورة منال فنجان إلى أن العامل السياسي كان لاعب مهم في إفشال كل هذه المبادرات، بالتالي أي الجوانب السياسية كانت ضعيفة ولم تستطع جبر هذا الكسر، وأي الجوانب اشتركت في إفشال هذا الموضوع، وهل أن خطوة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق كانت بهذا الاتجاه محسوبة؟ هي أولا طبعا للإيضاح، هي ليست اتفاقية. نعم. عادل عبد المهدي لا ولا مذكرة. اتفاق. اتفاق نعم. ويمكن دكتورة منال تفهم ذلك أكثر. لأن لو رايح للاتفاقية لازم يعرضها على مجلس النواب. على اعتبار اتفاقية بين دولتين لازم تستحصل بها موافقة. توقع بالحروف الأولى لغاية حصول الموافقة. ولكن سموها اتفاق. وأنا ذكر لقائي مع الدكتور مظهر محمد صالح فسميناها اتفاق لكي لا نذهب إلى البرلمان لأن ندري راح يعطلونها ويسألون ويستفسرون. من هم اللي يعطلوها دكتور؟ يجوز حتى البرلمان. عندك علم مسبق تقول ندري أنه يعطلوها؟ لا، هم يعني أكيد يعطلوها لأنه كثير من الأمور هم يعطلوها لأنه البرلمان أيضا يعني يتبع هاي الجهة وتلك الجهة وتجي أوامر من خارج العراق. البلد بيه سياسة ضعيفة، يعني قرار السياسي كلش ضعيف، يعني مو هذا القرار السياسي مال العراق، قرار السياسي ضعيف. يعني لما مثلا يجي الأمريكي يعطل عندك هاي مسألة الاتفاق، تعالوا ما يخالف أنا ما عندي مانع، تعالوا نفذوا لي مثل ما تريد الصين تنفذ لي. وهاي طبعا صارت في وقت الأستاذ قاسم الفهداوي عندما كان وزير كهرباء، وكانت سيمنز قد حضرت إلى العراق بناء على مذكرة تفاهم أيضا مع الدكتور حيدر العبادي. فلما جاءوا حتى يحولون المذكرة إلى اتفاقية حتى نخلص من أزمة الكهرباء في غضون سنتين فقط، في غضون سنتين كانوا سيمنز مقررة أن تجعل العراق حقيقة يصدر كهرباء وليس مثل ما حدث بمصر. أكيد من بعدنا ويجوز أكثر لأنه ميرجل أوصتهم. أنا قعدت ويا المهندسين قاعدة خاصة، ما كنت تابع إلى جهة، بس بهيئة المستشارين أعمل ملف المفاعل النووي العراقي اللي انضرب. فاللي اللي اللي حصل أنه ميرجل تقولهم مو ترحون بس على الكهرباء، إذا تقدرون تبنون مستوصفات، إذا تبنون مدارس، إذا تقدرون تعملون أي شيء إلى العراق عملوا. وإجوا جمعوهم من كل دول العالم، وعملية جمع سيمنز من كل العراق من كل العالم أمر ليس سهلا. لما وصلوا قالوا لهم ما نقدر نوقع، وفشلت الجهود. بعدين بدت شركتين تتنافس، جي اي لو اي جي، هي هاي الأمريكية جي اي، يمكن جنرال إلكتريك، جي اي جنرال إلكتريك، وهي شركة عملاقة، يعني ما منكورة، هي شركة عملاقة، شركة التوربينات والمضخات مال الطائرات الضخمة العملاقة، هي مو شركة يعني سهلة. وياها سيمنز. فايش سوى قاسم الفهداوي؟ قسم العقد قسمين، قسم انطال جنرال إلكتريك والقسم الثاني انطى إلى سيمنز حتى يرضى الطرفين. فشوف الصراع على العراق لأكبر تقريبا دولتين في العالم اللي هن مو سهلات، يعني لا الولايات المتحدة ولا ألمانيا، ولكن ألمانيا اجت برغبة عارمة لأن تعيد الطاقة الكهربائية في العراق في غضون سنتين، بحيث هم قالوا لي المهندسين قالوا أول 3 شهور تقريبا من بداية عملنا إحنا راح نخلي 600 دار كهربائية مستمرة بها الكهرباء، وبعد فترة هالقد نكمل، وبعد سنة هيك ننطي، وبعد السنة الثانية نكمل الحاجة الكهربائية إلى العراق. هاي المشاريع
وأنا تكلمت كلام قاسي بيه في وقتها، هذا أنا ما أخلي يروح. مو أمريكا، لو تصير سبع أمريكا يجون، مو أمريكا واحدة، لأن يعني هذا أنت من تسوي وغصبا على أمريكا الشعب راح يخليك على رأسه. إحنا شبعانين ضيم، شبعانين ماي مالح، شبعانين حر من وراء الكهرباء. يعني الكهرباء أصبحت طاقة أساسية، الإنسان ما يقدر أن يعيش بدونها. شنو صار لنا من 2003 لليوم؟ ها والله أضفنا 2 ميجا، 4 ميجا، 10 ميجا، 5 ميجا، ها؟ والشعب يزايد بالسنة 1,300,000 نسمة، يريد كهرباء ويريد مي ويريد سكن ويريد طرق ويريد أسواق ويريد مدارس ويريد مستشفيات. وهي كلها أبشرك ولا تدخل في فكر الحكومة ولا هي يمه. هاي السنة التنموية اللي تدخل ضمن الموازنة العامة، وشايف الموازنة شلون يلعبون بها لعب. بال 2014 ماكو موازنة، بال 2020 ماكو موازنة، بال 2022 ما قاعد أصير موازنة. بالإضافة للحسابات الختامية، غير هاي الحسابات الختامية ولا يسوونها، لأنه تطلع لهم المبالغ الحقيقية التي تنفق من خلال الموازنة. الموازنة أرقام تخمينية، يعني نفطنا مثلا ب 45 دولار، يضربون الكمية بالسنة تطلع، لكن هاي 45 قابلة للزيادة وقابلة للنقصان، فوين تظهر؟ تظهر بالحسابات الختامية. دكتور، هنا تحدي جديد خلق في النياب صراحة، وهذا التحدي راح نتحول به إلى دكتورة منال فنجان. دكتورة، في حال عودة الحكومة المقبلة، نفرض جدلا، يعني مو من المستحيل طبعا أنه الحكومة المقبلة عادت إلى الاتفاقية الصينية، أكو ضريبة راح تدفعها؟ يعني خل أقول لك فشي، أنه إحنا دعونا نتكلم. هذا الصراع السياسي، يعني المثل اللي ضرب عن شركة سيمنز، هذا الصراع اللي صار مثلا سفير الألماني ظهر على الشاشة، سفير الألماني ظهر على الشاشة وتحدث، قال بأن أمريكا منعتنا من تنفيذ العقد مع الجانب العراقي، صح؟ يعني أكو فد معادلة يكون يفهمها السياسيون. للأسف الشديد، انعدام المشروع السياسي الواحد فقد العراق، وسيبقى يفقده الكثير من هيبته، ويفقده الكثير من التأييد الشعبي على مستوى القواعد الشعبية. هم يركنون كثيرا لمن يتبنى طروحات الجانب الأمريكي، معلوم في القانون الدولي باعتبارها اختصاصنا. لم نرى بأن طبعا تسمى أمريكا في القانون الدولي، نسمي أمريكا الحليف غير المأمون، تسمى هكذا تسمى أمريكا الحليف. تجربة أوكرانيا بالدليل واضح. أفغانستان دليل واضح. هذا اللي حصل بأفغانستان. خاف مثلا البعض ما يتذكر شنو اللي صار بالعراق، وصدام شلون جابوه، شلون جابوه مبارك، شلون جابوه القذافي، شلون خاف البعض ما يربط. هذه صارت عندنا تجربتين حديثة، أفغانستان ورجعوا سلموا أفغانستان إلى طالبان، وهاي أوكرانيا اللي خلوها مثل البعض خاف البعض يفهم السياسيين يريد يصيرون أوكرانيا الثانية بالعراق، يعني حجر العثرة، ترى مصيرهم مثل أوكرانيا اللي خلوها أمام ماذا؟ أمام روسيا. هي جزء كانت يوما ما من روسيا، خلوها أمام روسيا، خضعت للشروط الأمريكية بشكل مجحف، أوهموها بأنها ستكون عضوة في الاتحاد الأوروبي. على فكرة، لما أنا كتبت طروحتي في الدكتوراه وقبل الدكتوراه قبل 11 سنة وما قبل 11 سنة، أنا أرى بأن كل عام تقدم أوكرانيا طلب الانضمام للاتحاد الأوروبي، ويوميا يضيفون شرطا تعسفيا على كل دولة تنأى بنفسها إذا تملك سيادة أنه تحققه وأوكرانيا تقبل. نفس الحاجة ويا تركيا دكتور. ونفس الشيء فيما يتعلق بتركيا، على فكرة هم غيروا بالعملة، جيبوا مدري شلون، وهكذا وسيبقون إلى ما لا نهاية، سنزفوهم بشروط تعسفية إلى أن ترضخ هذه الدولة تماما. جانب التعامل مع الجانب الأمريكي لازم نفهم. مثلا البعض يقول هسا أنتم تستعدون أمريكا، لا، من قال نستعد أمريكا؟ ترى بالسياسة الدولية مع احترامي للآخرين، مو عيب واحد يقول أنا ما أعرفه أسكت، العيب كل العيب أنه نحكي بشيء ما نعرفه. في التعامل الدولي أنه أنت لما تقول من تختار، عندك مرة يعني مساهمة، مرة أنه تعاون، مرة عندك تحالف، مرة عندك مثلا شوف شلون أنت تريد تسميه، إطارات عندنا معينة، مرة تنسيق مع دول. أنت لما تبني علاقتك مع أي دولة وفق هذه العناوين اللي ذكرناها، تحسب بيها مصلحتك، فيصير عندك تفاضل أيهما أقرب إليك من حيث النظام،
الاستقرار، الأيديولوجية، التوافق مثلا على مستوى النظام الاقتصادي ما يسبب لك حرج، لأنه بناء على كل علاقة أكو هناك تبعات، هذه التبعات تتغير، أحيانا تكون هذه التبعات تغيير تشريعي، تغيير تنفيذي، إجراء قضائي، هواي أمور يعني. لذلك لازم تفهم. نيجي إحنا على الجانب الأمريكي، إحنا ما نريد نعادي الجانب الأمريكي، ولكن لما أريد أخلي مصدره وأقيس أيهما أقرب للمصلحة العراقية، كون أحسب المصلحة العراقية ما أحسب المصلحة الأمريكية. أمريكا في التعامل الدولي نسميه الحليف غير المأمون أولا، ثانيا حتى على المستوى الاقتصادي ليس هناك تجربة اقتصادية دخلت فيها أمريكا في أي دولة نامية منهارة كانت محتلة وساعدتها بما فيها كوريا الجنوبية، إلا ووجدنا بأن الجانب الأمريكي لا يسعى إلى أن يجعل الدولة نامية ذات سيادة مطلقة، ما يسعى إلى هذا الجانب، بل يجعلها رهينة لقراراته. نحن نسميه بدل ما هو الاحتلال التقليدي اللي هو احتلال عسكر وجنود وكذا، نسميه الاحتلال الحديث اللي هو احتلال التأثير، ملفات أمسكها بيدي. جانب الأمريكي و17 سنة أو دخلنا بال18 سنة بالجانب العراقي، 19 سنة راح تكون بالعشرين بالتجربة العراقية مع الجانب الأمريكي على مستوى التسليح، مو دخلنا احنا، مو أخذنا من عندهم طيارات F-16، مو دفعنا فلوسها مقدما، اعطونا اياها لحد الآن موجودة عندهم، بالرغم من انه وضعوا كل شروطهم، الصيانة عليهم، الإدامة عليهم، التدريب عليهم، تدريب الجنود عليهم، ووافقنا على ذن الشروط، ومع ذلك سلموها لنا، لم يسلموها لنا وانتهت الحرب ما داش ولم يسلموها لنا. أمريكا في حتى في علاقاتها الاقتصادية لا تجعل الطرف الذي تعاملت معه اقتصاديا هو حر، تخليه دائما رهين تحت إرادتها وتصرفاتها. احنا نريد نقول احنا مع هذا وضعنا، تخلف اقتصادي، تدني في المرافق العامة، في البنى التحتية، فوق التحتية، كل هذا عندنا، هل نحن بحاجة إلى طرف جربناه على مدى 19 سنة بالأمور الملحة والمهمة لكنه لم يفلح بها، فضلا عن ذلك بأنه وقت الشدة يتخلى عن حلفائه، ونتيجة هذا مثلا الملف الكهرباء اللي هو ملف الكهرباء، من أفشل مشروع سيمنز؟ الجانب الأمريكي. من دفع الضريبة؟ الحكومة العراقية. ليش؟ لأن الشعب العراقي هو الذي انتفض على الكهرباء ضد الحكومة العراقية. هل وقفت هذه أمريكا مع الحكومة العراقية؟ لم تقف معها ولن تقف مع أي حكومة أخرى. لذلك على السياسيين أن يفهمون بأن أمريكا راح تأخذنا إلى عملية انهيار النظام السياسي بأجمعه، مو من خلال معطياتها هي، لا بعسكرها ولا بالجنود، وإنما من خلال تحريك بعض الملفات التي تثير الشارع. هذه نسميه حروب الجيل الخامس، إنه أجعل قواعدك الشعبية هي من تسقط النظام السياسي الذي لا يرضيني. هذه سياسة أمريكا، بالتالي طلقة ما تضرب، لا لا طلقة ولا تخسر، ولا مع ذلك. لذلك على السياسيين أن يفهمون إنه إحنا مو في جانب، لا عندنا القابلية ولا عندنا الإمكانية إنه نواجه أمريكا، لكن عندنا القابلية على إنه نحاور ونشاور وأن ندخل في ملفات، هذه الملفات كنا نحكمها لكن بشرطها وشروطها. أولى شروطها أن يكون عندنا مشروع سياسي موحد، وأن يكون عندنا مفاوض يهتم بالمصلحة العراقية أولا، ولا يهتم شوية بالعلاقات الشخصية وبعدين يطوج ونطف فلوس. بقى عندنا نناقش موضوع الإثارات الشعبية والمطالب الشعبية، ولكن هنا لابد أن نتحدث عن الاتفاقية الصينية بأنها تمتاز في أنها لا ترتب على العراق التزامات مالية مسبقة، ويعني هنا نتحدث أيضا عن اعتبارات السيادة الوطنية، وأيضا هذه الاتفاقية ما تنطو على ملاءات، بل أكثر من هذا كله يوضح أن الزميل علي حبيب في تقرير الآتي، نتابع التفاصيل وبعدين نكمل جلستنا الرمضانية. الاتجاه شرقا، النفط مقابل الإعمار، خيار العراق الذي تبناه في زمن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بتغيير بوصلة الارتباط التجاري نحو القارة الآسيوية، خاصة وأن البلاد تمتلك موقعا يمكنها من أن تكون نقطة الارتكاز في هذه المجموعات الدولية المرتبطة بمبادرات الحزام والطريق، والتي تشكل قرابة الثلث من الناتج الإجمالي العالمي. هذا التحول في مسار العلاقة التجارية مع الشرق المنطلق بسرعة جعل الإدارة الأمريكية تتخوف من توسيع نفوذ الصين في المنطقة، بالإضافة إلى تحجيمه لمكانة شركاء واشنطن في خط التجارة، ولعل أبرزها دولة الإمارات فسارعت لإحداث فوضى مقصودة داخل العراق. فكل الأحداث المؤسفة في نفس يوم سريان الاتفاقية لم تكن صدفة، بل رسالة واضحة للعراقيين
وهذا ما يوجب على التيارات السياسية إعادة أحياء هذا النبضي الواعد لبناء البلاد. اتفاقية مهمة وغير مسبوقة، فلسفة النفط مقابل البناء هي الخيار الوحيد الذي تجمع أغلب الآراء أنه كفيل بإعادة البناء التحتية للعراق، لكن عملية مبادلة النفط بسلع وخدمات دون المرور باستخدام الدولار ولدى مخاوف أمريكية، فهي إذا خسرته ستخسر نفسها إلى الأبد، وهذا ما يوجب أحياء هذا الاتفاق الإطاري والذي يعد العقد التجاري الأكبر على الإطلاق بحجم أعمال مشتركة تصل ل 500 مليار دولار في 10 سنوات. إذن الاتفاقية العراقية الصينية قصة نجاح كتب لها التجميد. علي حبيب، الأيام. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة في الجزء الأخير من جلستنا الرمضانية. أتقدم للدكتور كاظم بالسؤال. هنا نلاحظ بأنه حتى اللحظة المطالبات الشعبية ما أخذت حيزها الكافي، بالتالي اليوم نتساءل هل هنالك مطالب جماهيرية تكون ضاغطة على الحكومة المقبلة في تفعيل ما تم الاتفاق عليه مسبقا، سواء من الاتفاقية أو الحزام والطريق، ما دام أن هذا الموضوع المستفيد الأول والأخير هو من الجمهور، هو الشعب العراقي، يبقى الشعب هو المحرك لمصالحه ويعرضها أمام السياسيين ويجعلها من ضمن أولوياتهم. 2014 انهارت المنظومة الأمنية، لحقونا فتوى والشعب العراقي تعالوا جيبوا أبناء الوسط والجنوب ويصيرون محرقة تحرير الأراضي العراقية، وهسه صاروا ميليشيات يريدون بعدين هسه يسموهم ميليشيات، يسموهم بنعوت خارج حتى الوطنية، ذيول ما ذيول وإلى ذلك. يعني صراحة احنا بالحراك يفتقد العراق للبيانات والشفافية، معلومات ما نعرفها، وإنما صد الأخ كريم بدير والأخ إليكس واركيس في البهجار وكل واحد في دولة، واحد بولندا واحد بلندن وحسين العسكري بالسويد قاموا يبينوننا شنو يعني ما يحدث بالعراق، بحيث العقود اللي تبرمها الحكومة واللي هي كلها نهب لثروات العراق وحالتها إلى الإرادة الأمريكية في توزيع المنافع، في توزيع الكعكة العراقية إلى مصر والأردن والسعودية، مياه الجوفية والغاز إلى فرنسا وكردستان تعبث ما تعبث، يعني والأهل الوسط والجنوب إذا ما حدثت أزمة أمنية فعليهم أن يخرجوا ويحسموا الأمر ويحافظوا على وجود العراق كقرابين. والعراق في واقعا هو مقسم، يعني هل تعرف الحكومة ما يجري في كردستان؟ يخرج مسرور يدعى إلى مؤتمر الطاقة في أبو ظبي ويقول نحن مستعدون أن نعوض الغاز الروسي في أوكرانيا إذا تعاونت الحكومة العراقية، يعني جروحوا جبروا الحكومة العراقية. زين الدعوة إلى 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 مسرور إلى مسرور، والحكومة المركزية شنو خرعت خضرة؟ هل الإقليم هو من يتحكم بالثروة النفطية؟ نعم. هل ما يجري من تصدير للنفط العراقي هل هو فعلا هذا البراميل اللي موجودة ملايين 4 ملايين؟ حوارات جانبية حول هذه الاتفاقيات أو الاتفاقات دخل الإقليم على هذا الخط؟ الإقليم وقع وتفاهم مع إيران على مد الخط الأوراسي من الصين إلى كازاخستان إلى تركمانستان إلى إيران وإلى شمال العراق إلى فيشخابور وإلى الأراضي التركية بلغاريا ورومانيا وألمانيا ووصولا إلى أوروبا ميناء روتردام في هولندا. هذا هؤلاء يعرفون المصلحة جيدا. بدون العراق ما يصير. الحكومة المركزية شنو دورها بهذا الموضوع؟ الحكومة المركزية ليس لها أي دور. ذهب إلى إيران نيرجرفان برزاني وتفاهم مع الإيرانيين لمد هذا الخط. إذا أيضا هناك خط واعد جديد بعد أن خرجت القوات الأمريكية من أفغانستان، جلال الدين برادر من طالبان ذهب ووقع مع الصين 200 مليار المعادن اللي هي الليثيوم واللي هي البطارية الواعدة للسيارات الكهربائية، هي مال المنجم يعني مال الليثيوم والنحاس من مقابل العمار عمار أفغانستان،
وهذا الطريق يعني لو شوفه بالخارطة هو يذهب إلى هرات قم زاهدان ومن ثم وسط العراق ديالة ومن ثم القائم دير الزور اللاذقية أيضا في البحر المتوسط. الطريق الثالث هو الباكستاني، الصين باكستان غوادر فاو لاذقية، يعني ثلاثة طرق من ستة تمر بالعراق. وأنت شوف حجم ممرات التنمية، طبعا هو المشروع ممرات تنمية، يعني مو مجرد طريق سكة حديد ونقل مسافرين، لا هذا توطين صناعات، يعني في كل محافظة ماذا لديها من موارد، موارد نفط يخلون بها مصانع بتروكيماويات لتعظيم القيمة، قيمة المنتج بدل ما يبيع البرميل $100 يصير $1,500. أيضا عندك الغاز، أيضا صناعات تسييل الغاز، وإحنا غازنا أفضل من الغاز القطري، الغاز القطري في أعماق البحار وكلفته في الاستخراج أكبر من الغاز العراقي، الغاز العراقي 4 تريليون متر مكعب احتياط الغاز العراقي، وتخيل حجم الصناعات اللي راح تصير على هاي الممرات التنمية، ومن 6 3 ممرات تنمية يمرون بالعراق، حجم الترانسيت، حجم الجمرك، حجم ميناء الفاو الكبير الذي ربما أنا سمعت دكتور وائل مرة قال 700 رصيف يصير إذا خرج على المياه الدولية، ويصير الواجهة مالته 40 كيلو بدل 15 يصير 40 كيلو. تخيل حجم الموقع العراقي الجغرافي بحيث أنه هو الحلقة الرابطة بين 3 قارات. طيب لما كان هذا الموضوع، إذا سمح دكتور كاظم، دكتور وائل، لما كان هذا الموضوع هو بهاي الفاعلية والأهمية هنا راح نرجع شوي قبل الانتخابات، كانت هنالك برامج انتخابية للأحزاب السياسية اللي شاركت بالانتخابات، بأنه البعض منها وهسه حاليا اجتمع بالإطار التنسيقي، كانت أحد المطالب الحفاظ على كينونة الحشد، هسه هذا مو موضوعنا، ولكن أيضا العودة إلى الاتفاق أو الاتفاقية الصينية. الإطار التنسيقي اليوم له ما له في الكتلة الأكبر أو لم يمكن من هذا الموضوع، وأيضا التيار وبعض الأطراف المتحالفة منهم الاتحاد الديمقراطي، الكتل السنية الأخرى. بالنتيجة برأيك هل تشكيل الحكومة كان تأخر أحد الأسباب أنه هذه الجزئية لمن تكون الغلبة، من تمسك بهذا الاتفاق أو الاتفاقية سيعطى الحرية؟ طبعا أكو موضوع مهم جدا يجب أن نتحدث به، يعني الصين وغير الصين استكملت تقريبا ربط العالم بها، تقريبا استكملت، بقى بس العراق. بس تصور في هذا محيطنا يطلع الشيخ محمد بن راشد يقول احنا 3 مليار حنا نريد طريق الحريري مربينا، حنا اخذه، الكويت ربطت، ايران ربطت، سوريا ربطت، تركيا ربطت، بقى بس العراق. فلا بد ان تثير 1000 سؤال وليس سؤال واحد، عجب هاي الدول كلها ربطت والعراق هو اللي تختار الصين رقم واحد، لأنه كلهم يردون يربطون من خلال العراق. الكويت تريد تربط عن طريق العراق، الإمارات تريد تربط من خلال العراق، إيران تريد تربط من خلال العراق، وأعتقد أكو حكي على مذكرة تفاهم أو كذا لمد خط سكة بحجة الزائرين بصراحة. تركيا ربطت، سوريا ربطت، من بقى البلد العراق الوحيد؟ ليش؟ هاي السياسات. العراق سيكون أنا فقط قناة برية ناقلة تصوري، أنا في تصوري لا عبور، بس عبور، عبور ترانزيت فقط، يعني بدل ما أكون أنا مثلا اللي أريد أحول الفاو أو شبه جزيرة الفاو إلى جزيرة، وممكن أن تكون الأرصفة مالتها 750 رصيف تأخذ كل أنواع الحاجات الأساسية، وأن الفاو تتحول إلى مدينة صناعية، لأنهم قرروا جمهورية الصين الشعبية أن تغطيها تماما بالمعامل، فيقول لك أنا بدل ما أجيب بضاعة من شنغهاي وأمرها على جوادر وأمرها على المعقل على ميناء الفاو، أنا بميناء الفاو عندي خط السكك الحديد راح يستمر، وبالتالي أنا أغذي 65 دولة في هذا الطريق. طيب نرجع الإرادة السياسية والإطار ومتبناته. الكويت تريد تربط، الإمارات تريد تربط، إيران تريد تربط، تركيا تريد تربط، سوريا أيضا تريد تربط، لكنه العراق المفروض، وإحنا كثير يعني ما دعينا أهل البصرة
بصراحة يعني في كل مظاهراتنا كلا للربط السككي مع إيران أو الكويت، لأنه حتى نجمد حتى لا تكون قناة حتى نجمد ميناء مبارك ونكمل ميناءنا اللي ما قاعد يرضون أن يكملونه، وبعد ذلك احنا ممكن نربط ويا أي دولة بالعالم، بس احنا نصير ملاك مو فلاح. هذا الحكي. اثنين، طبعا الزمن يمضي، 2030 الصين سوف تقود العالم بدون منازع. ليش؟ لأنه ويبقى العراق وخارج هذه الخطة. نعم، بسبب سياسات 2030 مو بعيدة دكتور، بسبب القيادات السياسية. قيادات سياسية ترجف الضارح، شايف هذا حر مارح شون يصير، وذول يرجفون من البرد منين ما تدري. لا عندك قدرة تفاوض، ولا عندك قدرة تتعارض، ولا عندك قدرة أنه تتخذ لك فرد قرار، ولا عندك قدرة أن تقنع الشعب. إطار التنسيق تبنى هذا الموضوع دكتور في برنامج الانتخابي، إطار التنسيق تبنى موضوع الاتفاقية الصينية والعودة إلها. هذا التبني احنا عندنا اثنين راح يفسح للمجال لو كان هو سبب عدم وجودك. اتفاق الصين هذا كله تغطيه المذكرة التفاهم لو تحولت إلى اتفاقية. واللي احنا كنا في مؤتمر وطالب الأستاذ محمد الشياع السوداني تحويلها من مذكرة تفاهم وهي رغبتنا إلى اتفاقية. فإذا صارت اتفاقية هذا كله احنا ما نحتاجه بعد، ما عندنا شغل به، وخلي ينبني ميناء الفاو، وخلي ينبني هذا ميناء مال بندر عباس او غيره، وخلي ينبني كل المؤنخة تنبني. ليش؟ لانه انت اذا اكملت ميناء الفاو الكبير تستغني حتى موانئ كاي الجو. ليش؟ لانه من المدخل مالها الى الموانئ حوالي 8 ساعات تستغرق الباخرة بالدخول و 8 ساعات بالخروج، هاي 16 ساعة بحسابات التجارة في المستقبل لها حكم وين رأسا تجي تطبق على مياه عميقة. هذه تقريبا 14 متر والعمق مالها هاي حوالي راح يصير تقريبا 19 أو 20 متر. 25 المؤمل لها 25 من الفاو 25 متر، فمعناتها انت طيب. لا تحتاج باشر عقبة تخلي حفارات غريا ولا الى اخره. انا ما قاعد افتهم يعني شنو السالفة. تنافست شركتين الكورية والصينية، الصينية قالت ما اخذ معكم فلوس، اكمل لكم الميناء، انطيكم مفتاح، اربط لكم يا سكك مع المعقل، لان السكك بالمعقل احدث طريق السكك منا الى برلين، احنا نوصل الى برلين. طيب اسوي لكم قاعده بحريه، اسوي لكم محطه كهرباء، اسوي لكم محطه لتحليه المياه لانه بحر مالح الماي ماله، وأعمل لكم محطة للأدلاء البحريين ذول اللي يجيبون البواخر حتى ترسي على الأماكن. هذا بالإضافة إلى النقاط اللي يرجها العراق اللي هن 5 أو 6. طيب يعني الكورية تقول لك إذا ما تخلي المبلغ هسه بالتي بي آي أنا ما أشتغل، خلي مبلغ أنا أشتغل، ما تخلي مبلغ أنا ما أشتغل. وصار سنة محالة عليها 5 عقود وكل شيء ما مشتغلة. والآن أول البارحة قرأت في التايتل بالشرقية السيد هادي العامري يدعو إلى سحب العمل من الكورية إلى الشركة الصينية. كان إيش حكينا يا أبو حسن؟ ما حدا من ما بدأ. ما حدا من ما بدأ. حكينا إحنا. إحنا عرفنا هاي ما راح تشتغل لأن هاي كاسر أمواج ما دبرتها بعشر سنين من 2010-2020 يلا سلمته. هسه لما كان دور الحكومة المستقبلي هو هكذا، روح للبرلمان وفق النظام الداخلي وفق القانون. شلون تشوفين دكتور انه هل هي قضية برلمان ككل، لجان برلمانية، العلاقات الدولية القانونية، يمن شغلتنا حتى نتوجه اذا كان هنالك ضغط شعبي او غيره؟ السلطة التشريعية اللي عندنا احنا كبرلمان مع انعدام مجلس الاتحاد اللي هو المفروض يكمل نظام البرلماني عندنا. اللي هو مو لازم مجلسين، نظام مجلسين لازم. هسه احنا عندنا نظام واحد اللي هو البرلمان. اللي عندنا البرلمان اللي عندنا هو اما النيابي اللي هم النواب عن الشعب، واكو مجلس اخر اللي هو مجلس الاتحاد. مجلس الاتحاد هو الذي يراجع قرارات وتشريعات منه المجلس النيابي، يعني المعول وين؟ على مجلس الاتحاد. مجلس الاتحاد بصفاته انه يتم اختياره، شوف اختيار تعيين، شوف شلون حصه مدري منو مجسد بيمن هسه في ما عندنا، ما موجود، ما موجود، ما يقدرون يشرعونه، ما يقبلون. ما الى مجلس النواب ان يشرع القانون عفوا من 2010 الدكتوره، من 2010 هذا الحكي، لا قبل 2010 يقول يتم تشريعه بعد مرور دوره نيابيه واحده دورة. يعني بعد 2010 بالخامسه ايه
زين انه لازم يصير. ليش؟ يعني هو يراجع القرارات والتشريعات، ومن حقه، من حقه يغير فيها، من حقه يعيدها، من كل شيء من حقه. لذلك احنا موجود عندنا مجلس النواب بالاسف الشديد هو جزء من منظومه ماذا اصبح، مو جزء من الحل، هو اصبح جزء من المشكله. اصبح ظاهره لظاهره التحزب. يعني التحزب ترى مو عيب بالحياه النيابيه، ترى مو عيب. يعني شويه احنا صار عندنا هم نتيجه هذا اللي صار واقعنا، اللي هو كل شيء بيه مو صحيح، صارت عندنا مرات افكار هي مو سليمه من حيث الاصل. يعني ربما الواقع اثارها مو صحيحه. التحزب مو شيء عيب، لكن للاسف صار عندنا مجلس النواب يمثل ماذا؟ الاراده الحزبيه، لا يمثل الاراده التشريعيه للدوله، يمثل الاراده الحزبيه. لذلك تلاحظ حضرتك يعني انه يعني الراي وين يكون؟ الى رئيس الكتله. نعم. اللي موجود رئيس الكتله اما يتبع الجهه الحزبيه اليه، وبالتالي هو لا يمثل الاراده التشريعيه. الاراده التشريعيه انت صح حزب لربما جابك، ولكن الاراده التشريعيه تنبغي ان ترى بعين الاعتبار المصلحه وين؟ مصلحه البلد، رؤيه الشعب، ثم بعد ذلك انه انت تقول هذا يجوز او لا يجوز، حتى وان كان خالف ذلك ماذا؟ رؤية الحزب اللي أنت تنتمي إليه. هذا ما صاير عندنا. لذلك وأنا أحب أعقب على شيء آخر، الدول التي انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق، مثل ما قلت لك هناك 140 دولة يعني أعلنت تأييدها لهذه، دخلت من ضمنها طبعا السعودية، من ضمنها الإمارات، وصلوا لمرحلة الاتفاقية والتوقيع الرسمي. نعم. وبعد أكثر ما طلع أنه الحاكم يقول أنه يريد من عندنا حنة، حنة يفوت من عندنا، ونصدنا 3 مليار دولار أنه إحنا نريد وين يصير، عن طريق ميناء، منو جبل علي، من عندنا لازم، يعني مو نفط، لا لا إيه من عنده أموال، إيه رصدوا رصدوا. ليش؟ خلي حتى يفهم السياسي العراقي، يفهم السياسي العراقي بمعنى عندما تختار مشروع، لربما هذا المشروع يعتبر لا ينتمي إلى السياسة الأمريكية حتى لو كان منافسا لها، مثل المشروع الصيني، مو معناته لازم أنت تعادي الجانب الأمريكي. ودليله علاقتنا بأمريكا مو مثل علاقة الإمارات بأمريكا، مو مثل علاقة السعودية بأمريكا، مو مثل علاقة هذه الدول بأمريكا. بالعكس دول يملكون علاقات وجود، يعني التحالف السعودي الأمريكي تحالف وجود، بلا التحالف الأمريكي السعودية تنتهي، جهة الحاكمة في السعودية تنتهي، لكن مع ذلك اختارت طريقا معينا. بمعنى في السياسة الدولية ماكو هناك أقطع حبل حتى، وهذا تفهمه أمريكا، أمريكا تفهمه أنه ماكو شيء حبل مقطوع، ولكن ماذا تنتظر ردة فعلك للموضوع. لما يكون الجانب العراقي هو ضعيف إلى هذا الحد بحيث أنه يخاف من شيء مو صحيح ولا يقدم على خطوة هذه تمثل لمصلحة الشعب العراقي خشية على الصالح الأمريكي، لا يعتقد بأن الأمريكان هم راح يجون يقول لا ترى احنا ما نقصد هذا الشيء، أنت رايح بعيد. لا بالعكس، يتمسك بها ويطالب بالأكثر من ذلك. نعم. ويكونوا ملكيين أكثر من الملك. أحسنت يكونوا ملكيين أكثر من الملك. أصبحون ضيوفنا. نعم. الكرام، أنه نرجع لسؤال استطلاع الرأي اللي توجهنا به لمشاهدين الكرام لما سألناكم، هل تعتقد أن تطبيق الاتفاقية الصينية ستنهي الأزمة الاقتصادية وفوضى المشاريع في العراق؟ 65% قالوا بأن تنفيذ هذا الاتفاق أو الاتفاقية سينهي الأزمة، 30% ما شافوا أنه لا يتحقق الاتفاق ولا راح تنتهي الأزمة، و5% تحفظوا على الإجابة. الشكر كثير لحضرتك الدكتور وائل عبد اللطيف السياسي المستقل والنائب السابق، أثريت الحوار في هذا المجال، وشكرا جزيلا للاستضافة، والصحة والسلامة إن شاء الله رغم وضعك الصحي لكنه لم يبيد دعوتنا. شكرا جزيلا لحضرتك. والدكتورة منال فنجان أستاذ القانون الدولي، شكرا جزيلا لحضرتك لهذه الإثراءات المعرفية، وكذلك الشكر كثير للدكتور كاظم جابر عضو الحراك الشعبي للالتحاق العراق بمبادرة الحزام والطريق، شكرا جزيلا لهذه الإثراءات. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في الغد يتجدد اللقاء بإذن تعالى، في أمان الله.